kulanti wacano wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkiiba mar aad waqtiyadan oo kaleeta ah iiga barateen inaan idiin soo baahiyo barnaamijku waxaan idinkugu martiqaadaa hadba qofka aad xiiseynaysaan hadduu noqo lahay fanaan abwaan la xamiiste ama muusishiyaan intaba barnaamijkeena fanka iyo suugaanta toddobaadkan waxaa marti ku ah laba sami laba isku magacah intaba ku darso waa fanaan cabduqaadir xuseen siraad suus oo ka mid ahaa kooxdii durdur barisamaadkii kolley wax badan waa laysoo xusuusin doonaa hee sidoo kale waxaa ku jira cabduqaadir cabdi aadan oo ku magac dheer boonka isna kooxdii shareero ayuu ka mid ahaa kolley dad muddo hore iskuu kiin dambes waan idin hor keenay wax badanna waynu falaqayn doonaa hee barnaamijkaynu bilaabanaynaa marka hore laba cabduqaadir kusoo dhawaada barnaamijka fanka iyo suugaanta ee telefishinka qaranka okay xamdi aada u mahadsan tahay waan ku dhownahay kolley waxyaaba badan aan mataqaanaa aan ka sheekaysan doonaa insha allah sheekada goosgoosaan ka dhiganay aad iyo aad waa tahay aada u mahadsantihiin marka hore waxaad iga barateen heeska ugu horeeya barnaamijka inaan idin guddoonsiiyo haye heeskeenu soo qabanaa waxaan soo qabanaynaa hees la yidhaahdo marwo sharaf waxaa sameeyey abwaan bashiir cali amiir laxankana waa maxamed aadan shamuuri codkana waa aniga waxay dhan hadduulah
واتهاي مرو الشرف لباتهاي هي او ميل فوق جوكتي اه ميل فوق جوكتي ربي هاني سكو كنسمو ايبو غنيسي ها مولا هاي سكو كنسمو مريانة اه مريانة يعني لما قف gobolka gobolada koonfur galbeed gobolka bakool degmada waajid ayaan ku dhashay waxaan ku barbaareeyay muqdisho magaalad adiga fankan muddo badan ma aragtay waxbarashadaadii ka horeysa fankan waxbarashadaydii dugsi saddexaad degmadii أتصل به جري ودجر أما مدينة أديك هذا ودجر يوحى له كلا غيبي بركلة 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 عندي أنا هاي دوس بحنا وعلى أصل بحي لما يصير أفضل وات هاي إن وحكو حجي سامركا قرتي أفنك بلاضي سنتك فنك إن قرت أنا ويا بواجي أو دم سكول كان عندي جري ساعدها أو وما عرفتي محل ليش جواب إنه إيه؟ إنت إيه وحاول؟ ها إنت أو معلمين في القرقود؟ ها حسوين حسوين أو حد جري ما أفتح أو حاسي إيه وحاس يعني معلم كه؟ وأنا سميس كان قرا عن جري عليك أنا هو أقول لي رنا مركا عليك واحد هم بيجي جاي حيان ولا جايبة والله اسمعنا دهن فنان لغو قالوا برتو هم بيجوا هذا حصاد بدل نوال ها هنا واحد برتو واحد دجالة يا دعاية هذا أنت دجالة الآن كوحدي أو كت يعني أنا صاحب هان ودرس أنا هان ما عرفتي ولا أرجلي إبراهيم عبد الصمد هذا إنه دور هاي كلامك ورغبه وقت جاء صار يقول ده بس يسجل بقى وحوي عبد القادر ويلا درسي جيتار يوحى إيه على حافظ ده حافظ يقول بلا من جد وحوي ليه جري كله إيه ما هو ده فريسة جري وحنا وقت تمرين ما كان سوى حوي يلي عم بيجي كواحد عم كت مرة بقى له هاي عسكري يوحس برايف ده لغو قرايان يقول ساس فيها أوكي وعيد إتكي ماشي بان تجي امتحان بقى الاجراء واكون سجال بغلي سديتك سديتن ايو سديت سديتن سديت سدي بقى الاجراء قاتل ما شاء الله عدد الا ايو نايتي بي كدب كور ما مركا دور دور كبيرت ادي وحلا ورورايقا بوالك على قحيد دقالي وحبا دعي ادي سابا بقى اسموصو بيوصو بني انا ببضل وايتو بي عاصمة ايتو هانيكا نوكب الدهاي فلاني بلن بمسا أكو كلاني أبوانو حكم بها معلم كيجا محمد أذن سمور ومجالا نورت أن أدي على فنك أن حاجة كمان كي يوحس وأن أبوهر مرين أنتي كهرسي ويا رغنمي وحيا أبوه لبا إيجا بغراه لكن تدل كي يقول محمد ما قدرت أدى مسلامة يا سجى يو قال يا رب هذا نيك أنا أكمل دي هاي قال بدل يقول لي رجلي عبد القادر سومي وبولس عبد الله بن حيدر وفنان هساء كمان ستة أحمد كرامة سيدي ragaas loo soo dhiirigeliyay fanaaniin badan oo ahaan aan fayna nin la dhahaa jiray oo aad iigu soo dhaweey sagal xaafadda uu ku noolaa iyo
طينا عم نقول عيال يرانا سكن سكن وفنان وكبنست هذه كل هذا ما كوسو ولا تريك هذا هذا تاريخ لأن أحمد هذا اللي نحن واجرايو أو بل يربي أن أسوق عن قبل قال هان أنا رجل صو صار يبغى كل سكن محمد سوى يحب الأوي وين لكن وهذا وفنان دبت الجرا وما غير هاي مع أحمد ناجي سعد ما يا أحمد مختار عبد يا رهبة أحمد هذا مركا قرمي اسكو فيلم انت نصنا هنا وسلامة يا هادي يا تعالينا هنا نخضعنا علينا احنا ان قرما مركا كبان كإناد انتقالة تتكو هستيد بالعضي والله وقتي دي هربة وقتي دي هربة وقت انتقايا وهيس هاي سا وطمنا هاي ولا بوقس على الأرض على الأرض قوي أو ما أردت إزبي أنا قصور مركز إذا إسكو فهنتين هذه جاية كمان والله أردت لب لب على صبري واحد بدل وحد أنا كسر فكر هير حتى وعص وعصوم مري وما أردت أو وقس حتى مسكح أنت أنا صو يبسي وحبو مسكح ده حتى ما يسكيني لب ولا يريرة صح خلف بالي كاني حتى لما هنا مقالنا إن أكرت صدوق وأسوق ده حق لنا يعني بس كحد إذا ما يصير كلام يا الحافظ على إسكاها حركة أو فيلويك أو فريقة أما بريقة سيدا نوال بو يقالو أو موتويك شان حريق ونوع سنفو حريق وهل نوع كو يبقى بالانسيك عن تنقوات برمضة اما الضوبة اللي رهنا وان ادبا محري تنكالي نورمال الا ايشان تهريل كيبا مغرب تسحوغا سيوني ام واحكا سميجلي اي ماركا برشادي سقورم براتي سيدي ماركا 94 ام بلاوي ماركا 94 كيا بلاوي انا 84 وقت انت من لايقا مركا كو قاعد برشاديس بلاي برشاديس دي كان افرتي الا هذا وانا سسن رسالة كتورة ما دوا لكن وقت بضم بقى لقى بردروي ودقالة دي انت يدعان قحا لقلي سنقي جبوتي عربتا كده سعودي لما مر وصلت كلي انتس وانكوة لمقنا أدي قبرك أقول ده بس هذا سبب أن قصبة شفتي ناس عن هذا مو فايد. مرك لو حان جعلها أنت خبتت كونك إن بالشدة هذا قص شرح ديد أنت وكوكو بيني هي قاب كلاجة كعائية إسق هذه قاعدة لا يضحي بها. كان حتى هم لطوي كرت وادوك سوا سجال يحبله تما مركا حركها سجالك جوبان ما يا إسكالوي تموت آه إسكالوي تموت تموت لكن أنا قلت بلاش تموت تموت وادو في ميفا صلاسي لما تبنو على خطر يعني ألف متر ها سيدا مركا لو حصلوا عشان كان و Thank you.
marka wallahi ma sha Allah ee waxaan lagu soo dadaalay fanaaniin badan oo ninki xarid ku jeego waa macallinkaaga aadi adsiyona dhalinyaradan ee hadda jirto fanaaniinta ah horta babka waa gali doonaa horta aad baan ugu faraxsanahay TV-ga muuqaalka xamdi iyo maadaama maanta aan nasiib aan ugu yeelanay ama aan ugu yeeshay ya muddo badanba waan ku taamahay in mataqaanaa aan inta naga yaryarna aan wax u sheego marka annagaba waa nalagu soo dadaalay aad iyo aad adigana inaan wax ku dadaalno diyaar u tihiin tusaale ahaan hadda kabankan nin fanaan ah aan xuso axmed nuur suudaani baa la yiraahdaa hadda sanad baan haystaa siday ila tahay dhowr sano waa iska fadhiyey marmar unbaa la kulmaayey markay ugu badnayd koox xabdi koor aan halkan ku aasaasnay walaalaha muqdishiga hargeysa aan u baxanay saddex bilood baan baynana ku maqneen garta goormay ahayd marka kooxda la aasaasay afar iyo tobankii labadii kun iyo afar iyo toban laba kun toban iyo afartii saddex bilood baan baynaba ku maqneen halkee laga aasaasay marka muqdisho ha hol wadaag baan aan ku aalamaytan jirnay oo fadhigeenna uu ahaa saddex bilood baa maqneen iyo dhowr bilood oo halkan baroobooyin iyo waxaan ku jirnay waa doorashooyinkii oo koonfur galbeed iyo maamulka xagga ma garad marka sidii ha marka waxaan dhihi lahaa ninkan saaxiibkeedu uu yahay maxamed cabdi shamuuri anoo afan ka soo gelin xataa yacni hanaan habheysid waxa la dhahaa jirto horta moqt fanaaniin badan waan jeclahay uu isaga ka mid yahay isagana sidaa isku yeelanay oo kaban iyo muusigan iyo habheysida waxyaaba badan baan isla marnay marka wuxuu idhihi jiray ama i oran jiray ha iga hor orodin mararka qaarkood markii oo aan fududaado ilaa waa fanaan igu walmoqt wuxuu dhihi jiray ha iga hor orodin marka dhalinyarada hadda jirto fanaaniinta ka waaweyn yacni inay waxyaabaha qaarkood ay kala tashadaan waxaan waa gacmo waxaa la yidhi wadajir bay wax ku booyaan si wanaagsan ya si wanaagsan hadda ninkan oo kale oo fanaankan ila socdo markaan keligay ahay iyo markii ila socdo isagoo kale hadda waa shaksi kale iyo yacni suuradan ma aha marka kee wanaagsan marka markuu kula socda maa wanaagsan markan uu la socdo waxaa gacmahooda oo qalabkii ha oo ku wada dhamaystiranya dadka fanaaniinta kale markay garabkaada joogaan way buuxinayaan ma sabaada garab marka ninba ninka uu ka weynyahay inuu ka dambeeyo fanka kaga dambeeyo la is-ixtiraamo fanka xeer uu leeyahay annaga sidaasaan baranay nala soo baray nalagu soo barbaadiyey nin walba ninku ka weyay in marka ugu horeysa uu kursiga uga kaco uu salaad aan soo dhaweeyo waa tahay dhanka kale la xamiista ayaa tahay kolle heesihii aada la xameysay iyo ayagana wax haddii aad noo sheegi kartid way jiraan hees waxaa ka mid ah laba heesada oo aan rabo inaan fahmo hadduu lahaydmo hees waxaa la yidhaahdaa higs waxaa sameeyey maya waa jacayl jacayl hay higsina jacayl kuu gala midna waxaa weeye soo joog naftaa ku jecelah labadaas hees waxaa sameeyey nin abwaan la yidhaahdo maxamed shaq cabdi m j inuu ku maqa dhanyahay laxanka iyo codka iyo muusiga waa marka waxaas kabankaa ku qaadaysaa mise muusigii caadigaa la tumay oo codkkabanka waa tahay siide hees si ku xigto ee barnaamijka Thank you.
iskaal ahaan heesta meeshii aan ku sameeyey laba iskaal ay hadda kale yihiin kii hore oo aan ku sameeyey way ugu gaabatay xoogaa xafladan ahaan weliba meesha aan ku ficnaa maadaama ay gaabatay haddana dhib ma laha kolay markii loo eego maaragtay cabduqaadir dhanka heesaha markii life lagu qaaday markii balay lagu qaaday kolay balayga qofku wuu u diyaarsan yahay laakiin life-ka erayadii iyo maadaama shan hees aad barnaamijka kaga qayb galaysid sidee marka erayadii kuu saaciday inaad sii xafidsanaad ha yacni horta heesahan qaarkood ma dhowo hadda heestan iyo tii kale aan kulahaa aboonkii oo maxamed sheekh cabdi ayaa sameeyey oo maxamed baba aniga aan sameeyey labadii kun iyo kowdii labadii kun kasoo bilow iyo kowdii ilaa iyo labadii meelahaas ayay ahayd yacni xasuus ahaan sida ay ila tahay taariikhdii hadda ma hayo waqti badan hadda dhalinyaro badan oo xafisanaa jirto oo iga soo codsado mataqaanaa heesaha qaarkood sida tan oo kale hits nin saaxiibkayna waa soo xusuustay oo aan salaamayo aan dhexda ka galo raalli ahaada maxamed ili culow waa fanaan banaanka ku dhacay laakiin waqtigii baa waa laga maqan yahay isagana wuxuu jiraa dibadda hadda isagoo dhalinyaradii aan isla joognay oo waxaan kusoo xusuustay hadda heesahan oo kale isagaa maaragtay intabadan xataa wuxuu idhihi jiray waa tahay markii aynu kasoo tagno kolay marka balay baaga aan kaa dhexgalo hamti balay baaga iyo waxaad tiri ma ogtahay life horta waxaan shaqo iskuma laha fanaaniinta horta waaweyn fanaaniintii la arki jiray ama annaga aan wax kasoo dhegaysan jirnay ama aan wax kasoo koobiyeen jirnay wax yacni wada lifay ahayn kulli waxyaabahan hadda la keenay oo systemka oo kombyuutarada iyo laptopyada iyo wahadda sida wax loo sameeya way ka duwan tahay yacni fanaaniin badanna way ka hadleen labadaas shaqo iskuma laha lifeka wax la heli kara ma ah ya laakiin laba kun iyo kowdii ilaa labadii heese markaas laguu sameeyey oo ereyadeedii aadigu heeso sidee inaa weli toban sano kadib aad sii xasuusnaata ee kuugu suurtagasho maasha allah waan jecla anaa jecla dhowr marna waan duubay iyadoo qaaci ah haddaba mobeelka xataa qaar way ugu jirtaa hadda tii haddoo kale iyo qaar kale yacni mar walba oo aan meel tago ama aan kaban hele iyo wax ereyada maan mar waa qoran jiray si aan aysan iga lumin mar hadday kuu qoran yihiin suugaanleyda kale inta badan waxay isku dhaafaan dhiirigelinta iyo kalsoonida markii aad kooxda onkad ku jirto kolley fanaaniin aa kaaga horeyso oo waaweyn ah fanaaniinta saa marka yaad ka xusi kartaa waxaan ka xusi karaa fanaan aan aad u jeclaa codkiisa allah u naxariista cumar nuur cabdulle maa taqaanaa kolley siday ila tahay ister iyo jamaal iyo heese badan buu qaaday cumar nuur kow aada buu igu soo dhaweeyey yarkii gitaaristaha weliba musicianka aniga aada baan ugu dhabaayo ilan anigiiba dhanka music ku jira maog iyaga ubaan u badnaan jirayo waxaan xasuusnahay musica qaarkiis markuu ka habaabo anaa la ilaalin jirayo maxay ahayd meesha la idhihi jiray markaasaa sheegi jiray inkaziya ka mid ah gitaaristaha imtixaanka iga qaadayba qoomaal xarago oo iska xanuunsanaa allah unaxariisto waa lagula jiray kooxda waxaa kaloo ka mid ahay oo aan xusuusnaha aada igu soo dhaweeyey xudeen amiin mungaale heestii haddaad ku xusuusan kartid
يرتو وحي الله صعد كصاحب في لله سيونكسن سمال وين الشذرة وحي الله نكي غالي حالي مجوم قبل البيت جري يادن فنالين تهد سوف مومن أكبرت أها وبنادرق أها إيو أدقى أنت عن حسو صنوبنا كله وقتي فرق بيئات وانا مجوم أدري إيسو دوين waxa ka saad ku soo dhaweeyay waxa dhibaato kale ma aanan kulmin aad baa la isoo dhaweeyay waata muddadii marka kooxda onkad aad ka tirsaneed وقالت هل هي محسوس انها يرفع كوح لعنب وضغن انت هذا ان كل شيء غير انا وصفن يقبلها انا وقالت تي فيك ونطق على وقالت هل كاسس عن كريغة بقالي يس اسمارك مما ودني يا ودني لكن ما حسوس انقر هذه هذه لو دي markii oo kooxda onka ka soo tagtay oo aad durdur ku soo birtay iyada durdur markaasna fanaanad ka ahayd aad durdur aan waqtiyadii dambe aan iyagana waan salaamayaa Zahra Abukar iyo Zahra Dow iyo Sayyida Abdullah Daldar Muqtar iyo dad badan baan salaamayaa iyo Cabdisaar Rasta iyo Farxiye Maxamuud Cilmi iyo Gudar فرحية رستا بيت البغل هل بروي أول بجنان أنا إلين كان يهدو كل أي بيت البغل وأغل عن حي ولا يفعل يعني وكل اللي حافظ عن بجنان أبي سلمة يلا لو سلام يا مركا إن دور دور كبير تم حيا دور دور إن كلامي أمي حيا طوائفي وحب مجرد kalaabe ahayn oo laga tumo adeeg oo jamaaha ah adeegta suuba ma arkay intee jirnay iyo anagu baal maalmaha qaarkood soo imaano iska sheekaysan iyo waxyaabo saas oo kale si wanaagsan ah marka fanaaniintii gabdhaha oo ilaa 2000 adiga koox kale oo aan meesha ku aasaasnay looga jirtay oo la yiraahdo ka bandi maamad aydi oo fankan iga soo horeysay aktarad ahaan jirtay aasa kahe abeed baan ku magacowday kooxda iyadaa ma aragtay hormood loo ahayd oo fanka dadkii waliba aad ku nool yihiin galay gaar ahaan aniga ayay ku jirtaa mataqaanaa kooxdaasna waan aasaasnay heer sarena waan gaarnay durdur intaanan ku soo beerin kaaba aan ku jiray anigii maxamed ana samuure ninkan uu ku jiray dad badan waata marka intii burburka uu sameeyay ka hor iyo intii fanaaniin aad la joogto weli هي سنة 18 ما جيران فنانة ذا السلاحة ها فنانة ذا و ها و جيران ها و هاي يا كمين اين و حاكمين اها عندي سبب انت عن جوغي و خلا حد اين و حاكمين اها افراح الرئيسة بقى هي تجفتا يس اين قبر خلا و قطرة اللي جري و صلاة صلاة دربي حاس كيسة aye ehed waa isla heystay zamzam cabdi taariil oo halkan joogto iyadana sidaas oo kale kolay hadda wixii kale oo aan soo xusuusan doonaa hadduu ilaahay insha allah waa tahay dhankii kaalimaha sugaanteenu ku laabanaynaa ahe mar saddexaad waxaad noo soo qabtaan kaalinta bulshada ee naga sugayso heesaan u ciyaarnay هاي هسه وصل خبطة مرك وهسكي لبعض أو كل شيء ذي أو أبوك في محمد سعدي وهسكي لبعض لكن برامج كوهسكي سدحان
هاي برنامج لكن ما هيسك صداع سوجو تاسانو كوجنينا واتا ان هاي وايدين كغد خبحايا هيستس ديباين سوق سولابن دا
وتهاي جواب سوغن إسي هاي إلا جوك إسي هاي إلا جوك هادي هادي مربو إلا جوك لاركو رحاي كله وإن لا جوكا وتهاي قبل قبل دي برنامج كا أيو إنو كسي سيقين وحادنا نغا داوان إسان تلفشن كا خارن كا سوماليات إن قنانت كي برنامج كا إنو سلسو غارنسو وتهاي مركيات سلامي حليلو وحا سلاما يا مادام عن مانتا نصيب ويالاني تي فيغا فرنكا انا و ايربا ان هذا الغو فرح صراحي وحا سلام ايا ومهرين في الصومالي ملو البو اي جوغان جوليكا هاد ما سلام ايا اصحاب تانا تاجاريات تانا اهلي وقرابو فنانين تقار اهان ملك استو انجوغان ان ادبان سلام ايا واتاي ان لبقو في صدح انا انتو درسلو هاي وفنانين تي ابوانا ده هل انا خصو ان محمد عبد ادم ابا اسكا واتاي ابا ترست وين وشرير اهان جري ادبان سلام ايا ان وحاك الله السلام يا محمد شريف فلور وملحن وكبنستي وهيساء الله المستعان نل لغوين او عادل لغو دوين جريب وحتى عمودة كنال الجوغل جنة هذا هو السلام يا سكنة وحاسكي محمد لحمة مع حاسكة هي والسلام عليكم سجنا وحلي سلام نقول جدول أنت مو غدا دواء لسه حلي هاي صد ولا متقنا كل ندب أو حصل إن شاء الله وأتا جزهان أنت يا كوسف مير يا برامج كيفن كي سوغان تو تدوات كي بمر عد إيجا برتنينا هل كان إذن كجسو بهيو يدون تدوات كان أمرتكو هاي عبد القادر حسين سيرات سوس oo kamid ah fanaaniintii hore iyo Cabdiqaadir Cabdi Aadan Bonka oo ka tirsan kooxda shariicada ka tirsanay balse dhanka bonkaha ee barnaamijka qayb ka ahay in sidoo kale waxa aad ugu mahadcelinayaa Nasteexa Cabdi Jaliil Cismaan Nuur Abke iyo Maxamed Markeesi oo dhanka kaamirada iyagana naga caawiye Muuse Cabdi Cali oo isna farsamada ah anigu Xamdi Cabdiraa Xuseen oo soo saaray iyo tabiyaha barnaamijka gudahantan buuxan idinkaga tagen.